Bienvenue, chers amis, dans une nouvelle émission de notre programme Les langues du monde. برحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا لغات العالم. Bienvenue, Marwa. Bienvenue, chère Ania. Bienvenue, tout le monde. أهلا بيك يا مروة. أهلا بيك. النهاردة معنا في حلقتنا la lettre E. هنكتشف la découverte de la lettre E et le son E. هنكتشف إيه هو الصوت E وإزاي بنكتبه وإزاي بننطقه. احنا الايه بتاعتنا اللي هي كده او عليها اكسون، لان احنا عندنا برضو ايه تانية عليها اكسون غراف، دي اكسون تيجو ودي اكسون غراف اللي احنا هناخدها اللي هي عليها ايه اكسون تيجو، ودي عادة أوكي. بتعمل مشكلة لكل الناس. وفي او بتتنطق اي، وفي او زد بتتنطق اي، وفي او ار بتتنطق اي، في اي بتتنطق اي، في او اي بتتنطق اي، داكور؟ في ايه تاني؟ في A Y بتتنطق إيه، في E T أوقات بتتنطق، في E T بتتنطق إيه، وفي E D بتتنطق إيه، تخيلوا بقى. فإحنا دلوقتي هنسمع الصوت ده إيه؟ كله يعني إحنا ممكن نسمع الصوت إيه، صح؟ إحنا طبعا أنا جايبة لكم حاجات كتير على إيه إيه عشان تحفظوها، وبعدين هننتقل على المرحلة التانية اللي هي اللي فيها بقى E Z، اللي فيها زي فو بارتي مثلا، انتوا ماشيين او انتوا خارجين، فاهمه ازاي؟ اخرها او زاد. انا طبعا مش هسترسل في الكلام ده، هنعرفه مع الدرس. فيلا بينا نشوف مع بعض. نبتدي يا مروه. لا لتر اي، جو فوا اي، جو فوا اي، جونتون اي. خلاص تاني، جو فوا اي يعني انا شايفاه قدامي في على الشاشه، وسامعه الاي برضه، داكور؟ يعني بعد كده احنا مش هنشوف الايه بس هنسمع الايه. هنشوف. طب اون فوزي، اون فوزي اللي هو الايه الصاروخ، الصاروخ. اون ايكول، encore une fois رانيا، اون ايكول، اون ايكول يعني مدرسه. و ان ايكوري، ان ايكوري، انا شايفه الاي وسمع الاي مع رانيا، سمعت الاي في الايكول، معايا في الفوزي سمعنا الاي، مع الايكوري سمعنا الاي. ان فيلو، ان فيلو، هنا اهو سمعت الاي برضو، فيلو. و اون ايتوال، اون ايتوال، سمعنا الاي، سمعنا الايه. اتوال يعني نجمه، ايكوراي يعني سنجاب، عشان ما خدتوش بس الايه الايكوراي يمكن. طيب انا هكررها تاني يا رانيا. اوكي. اون فوزي، اون ايكول، او اون ايكول، اون ان ايكوراي، ان ايكوراي، ان فيلو، ان فيلو، اون ايتوال، اون ايتوال. طيب مروه ناخد اكزرسيس. ديت وي سي تو انتون لو سون اي او نو سي تو نو لونتون با. لو سمعتي هتقولي وي، لو ما سمعتيش السون اي هتقولي نو. انت هتقوليه وبعدين انا نشوف. اول كلمه معانا شوفال، شوفال. اوكي. انتون تو لو سون اي، يعني انتوا سامعين معانا الصوت اي؟ لا، شوفال نو. Je n'entends pas le son E. Poupée. Poupée. D'accord. Poupée. أنا سامع الـ E طبعا وشايفة الـ E قدام. شايفاها في poupée الـ E أهي. يبقى oui, j'entends le son E. Orange. Orange. Non, je n'entends pas le son E. Orange. Orange. أنا مش سامع الـ E خالص. Non. Hérisson. Hérisson. Hérisson, oui. Hérisson. Hérisson, aïwa, sama, le son E. Nuage. Nuage. Non, je n'entends pas le son E. Éléphant. Éléphant. Oui, éléphant. Éléphant, ana sama'at marratayn. Éléphant, marratayn. Oui. Renard. Renard. رنار اللي هو الثعلب. نو رنار، مش سامع حاجه خالص. مانجي، مانجي سمعتها اهي بس المره دي مع الاو ار زي ما اتفقنا، ما سمعتهاش مع الاي.
الاي اللي عليها اكسون تيجو، لا سمعتها مع الاي اغ مونجي، انا مش قدامي الاي اهي بس انا سمعاها، سمعاها اي مونجي. داكور بارتي بارتي، انا سامع الاي بسمعها في الاي في الاو زد بارتي. ني 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 اللي هي المناخير، انا سامعاها في الاو زد اهي اي. وي جونتون لو سون اي. طيب عايزاكي كده يا مروه تعيدي لي بسرعه الكلمات اللي بسمع فيها السون اي. بوبي اريسون اليفون مانجي بارتي ني. اعيدهم مره تاني بسرعه. بوبي اريسون اليفون مانجي بارتي ني. تقالي هما كده بنحاول ندربهم على الايه، يسمعوا الايه، هما سمعوها كتير احنا بنقولها كتير قوي. طيب عايزين نشوف دلوقتي يا مروه، عايزين نعمل ديكوبي للمو اون سيلاب. احنا هنقسم الكلمه لمقاطع زي كل مره ما بنعمل في الفويال. طيب اوكي تاني. Je vois la lettre E. انا شايفه la lettre E. J'entends le son E. سمع le son E. Et je découpe les mots en syllabes. يعني بقسم الكلمة لمقاطع. اوكي هقول لك الكلمة يا مروة ويا ريت تقسميها لي لمقاطع. D'accord. Une fusée. طبعا انا هقسم الكلمة بس مش هقول الارتيكل، مش هقول الديتيرمينون. Fusée. Fusée. طبعا انا قسمتها لاثنين دو سيلاب. داكور سمعها فين؟ سمع فين الاي؟ سمعها في الدوزيام سيلاب اللي هي الاخيره. في زي سمعها في الاخيره دوزيام سيلاب. اون ايكول اي كو لو اي كو لو، انا سمع الاي اهي في الاول. انا كده قسمت الكلمه 1 2 3 3 سيلاب. بروميير سيلاب انا سمع الاي في الاي بروميير سيلاب اي كول. Un écureuil. 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 1, 2, 3, 3 syllabes. انا قسمت الكلمه لثلاث مقاطع. سمع الاي فين؟ سمعها في البروميير سيلاب اول مقطع. Écureuil. Un vélo. 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 انا قسمت الكلمه لدو سيلاب 1 و 2. Première syllabe, أنا سمعها هنا في première syllabe. Vélo. Une étoile. 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 اللي هي النجمة، طبعا لما أجي بنطقها برونسياسيون رابيد زي رانيا بقول étoile. لما أجي بقسم الكلمة بقول étoile. 1, 2, 3. بتقسم لثلاث مقاطع، أنا سمع فين الإي؟ سمعها في أول جزء في أول مقطع. Première syllabe. طيب مروة احنا كده شفنا كلمات كتير على الاو اكسون تيجو، عايزين نشوف كده كلمات تانية بالاو زد بالاو ار. انا مقسمة انا مقسمة هولهم عشان بس ما يبدهمش كده ايه مرة واحدة، لا يعني خدنا الاو اكسون تيجو الاول والاو زد وبعدين هديهم كله مرة واحدة بقى. اوكي طيب ناخد كده شوية اكزامبلات على او ار واو زد والاو اكسون تيجو برضه. طيب انا برضو لازم اقول الكلمه المعتاده بتاعتنا. جو فوا لا لتر اي اللي هي او اكسون تيجو، والاي اللي هي او ار، والاي اللي هي او زد، اي جونتون لو سون اي. داكور فانا بس كنت عايزه اقول لهم حاجه في علم الصوتيات، ان الاي دي او الاو ار او الاو زد بتتكتب في علم الصوتيات بالشكل ده. انتم مش هتستفيدوا منها غير لما تيجوا تدرسوا الفرنساوي بطعمك يعني. فهي ده الاي، منظر الاي. داكور طيب اول حاجه يا مروة. ناخد الاي. اي توال. اي توال. تيليفون. تيليفون. اكرير. اكرير. بوبي. بوبي. اني اني اللي هي السنه. بوبي اللي هي عروسه شفناها برضو قبل كده.
écrire ده فيرب اكرير يكتب ده فيرب دو ترويزيام جروب اكزامبل انا عندي اكزامبل لو بيبي فاكرين لو موند دي بيبي عالم الاطفال بيبي اهي اي اي ا مانجي سون بيتي بو يعني بيبي اكل الايه الطبق بتاعه الصغير سون بيتي بو ايه بقى انا سامعه الايه فين في لو بيبي وسامعاها في فيرب مانجي اللي انا عاملاه في الباسي كومبوزي اهو son petit pot مستمعين فيها الاي طبعا هو الاي في البيبي ومانجي ومانجي ده الاي داكور الاو ار بقى اللي هي زي دونجي يعني حاجه خطر وروجي ده اسم حد فرنساوي روجي دونجي روجي او ار جوي او ار رانتري او ار مانجي او ار و سمع الاي سمع الاو ار وطبعا كل افعال البريمير جروب هتبقى فيها السون اي عشان نهايتها او ار اوكي ندي ادي اكزامبل بابا دي ا روجي دو رونتري بابا دي ا روجي دو رونتري يعني بابا قال لروجي انه روح دو رونتري ف سمع فين الاي بابا لا دي لا ا لا روجي سمع فيها الاي الاو ار دو رونتري سمع في رونتري الاو ار برضه فسمعت الاي معانا بقى الاو زد معانا الاو زد ناخد ني اخرها او زد وشي اللي هي اخرها او زد ني اتفقنا ان ده اسم اسمه المناخير وشي اللي احنا اخدناها علي شي علي اعلى وانتوا تفتكروا الحاجات اللي احنا اخدناها في المستوى اللي قبل كده داكور فشي دي انا بستخدمها دايما للبني ادمين داكور il est allé chez sa tante هو راح للايه طنط بتاعته او عمته او خالته شانتي او زد بارتي او زد فيني او زد ودي كل الفيربات عندنا مع الفو احنا دايما بننهيها بالاو زد في البريزون ففي اي مره هنلاقي او زد هنطقها ايه اوكي فبنلاقي الاو زد في فيرب بنطقها ايه بلاقي الاو زد في اسم بنطقها ايه بلاقيها في ادفيرب بنطقها ايه على حسب داكور فا اكزامبل il reçoit la balle sur le nez يعني هو خد الكوره على مناخيره يعني دي حاجه وحشه يعني اتخبط في مناخيره يعني il reçoit verbe recevoir انا مش سامعه الاي la balle انا مش سامعه حاجه خالص sur طبعا لا le nez انا سامعه فين عند كلمة لوني il reçoit la balle sur le nez ناخد اكزرسيس يا مروة ونسيبهم هم اللي قرروا هنحط او اكسون تيجو ولا او زد ولا او ار هنشوفهم بقى هنقول complete ايه avec او اكسون تيجو او ار او زد هنشوفهم اون بوان توال انا هنطقها طبعا الكلمة كاملة او اون توال بس هاخد اي واحدة احنا اتفقنا ان هاخد الاولانية اون ايتوال اللي هي اللي عليها اكسون تيجو هتقولوا لي ليه الاي دي اساسا دايما بتبقى موجوده في الاول يعني ما تنفعش مع الاو ار ما تنفعش مع الاو زد لكن الاي ممكن تبقى موجوده في الاول في النص زي ما انتم عايزين يعني زي كلمه اليفون مثلا داكور فالاي دايما امتيازها بيبقى في الاول فا اون ايتوال ان دونجي un danger هنا انا هحط او ار un danger ده اللي هو الخطر هنا كلمه danger اخرها او ار une طبعا عندي او اتفقنا اني بحط بوبي ما ينفعش احط او ار وما ينفعش احط او زد ما احطش غير الاو اكسون تيجو اون بوبي يعني عروسه عروسة اللي بنلعب بيها يعني لكن المغيي العروسة بتاعت الجواز حاجة تانية اسمها المغيي لكن البوبي اللي هي العروسة ان فيلو ان فيلو هحط هختار الاولانية اللي هي او اكسون تيجو ما ينفعش احط لا الاو اق ولا الاو زد وبعدين عندي ان اليفون اي لي فون شفتوا الاو الوحيدة اللي ينفع اكررها اللي هي الاو اكسون تيجو un éléphant شفتوا اللي هو الفيل روجي روجي ده اسم ولد هحط له نهايته او ار روجي نهايته او ار وعندي طبعا مناخير اللي هي لوني اللي هي الانف بحط الاو زد زي ما اتفقنا لوني اللي هي الاو زد
ان تيليفون. تليفون لسه زي ما مروه قالت انه انا الاو اكسون تيجو بقدر اكررها، فهنا هحط او اكسون تيجو في الاول واو اكسون تيجو تاني حاجه. تليفون. عندي بقى اسم مشهور قوي في فرنسا اسمه اوليفيه، اوليفيه اخرها او اغ، اوليفيه اللي هو جاي من شجر الزيتون، اوليفيه اوليف الزيتون اوليفيه. كده احنا خلصنا الاكزرسيس الاولاني، ندخل على الاكزرسيس التاني اصعب شويه يا مروه، انت هتقري بس محتاج تفكير الاكزرسيس شويه. كله بالايه وبعدين انا هقراه لهم بالكوركسيون واترجمه لهم. اوكي. كومبليت افيك او اكسون تيجو او ار او زد. هبتدي اقرا الباراجراف اللي معايا. سي لتي روجي اي اوليفيي سون كونتون de jouer au ballon. Roger reçoit le ballon sur le nez. Il est un peu fâché, mais ne refuse pas. Ensuite, de partager son goûter avec son ami. Okay. احنا هقول الجملة وبعدين نترجمها. طيب عندي سي ليتي يعني احنا في الصيف، يبقى هستخدم اقول ايه ليتي، بكرر الاو اكسون تيجو زي ما اتفقنا. سي ليتي، روجي اخرها او اغ زي ما اتفقنا، واوليفيي اخره او اغ، اسماء مذكر فرنساوي. سون كونتون دو جوي فيرب دو برومي جروب، فبحط له او ار او بالون، يعني سي ليتي روجي او اوليفيي سون كونتون دو جوي او بالون، يعني احنا في الصيف روجي او اوليفيي هما مبسوطين انهم بيلعبوا بالبالونه. روجي روسوا لو بالون سور لو ني، الي ان بو فاشي مي نو ريفوز با انسويت دو بارتاجي سون غوتي افيك سون امي. هحط بقى هنا روجي اتفقنا، بحط الاو ار ده اسم، وسوا لو بالون سور لو ني يعني هو تلقى البالونه على مناخيره يعني اتخبط في مناخيره. الي ان بو فاشي، فاشي اخرها او اكسون تيجو، دي صفه داكور بمعنى انه زعلان، هو زعلان شويه. مي نو ريفوز با انسويت، ولكنه لم يرفض او لا يرفض بعد كده انه يقسم. دو بارتاجي فيرب دو بروميي جروب، فحطيت له الاو ار. سون غوتي اللي هي الاكل بتاعه اللي هو اللي بنسميه احنا في مصر اللي هو ايه تصبيره او هي حاجه صغيره كده قبل الغدا يعني. سون غوتي يعني هو ما ترددش او ما رفضش ان هو يقسم الجوتي بتاعته افيك سون امي، جوتي اخرها او اغ ده اسم داكور. فانا هقراه لهم تاني وهو كامل. باردون. سي ليتي روجي اي اوليفيي سون كونتون دو جوي او بالون. Roger reçoit le ballon sur le nez. Il est un peu fâché, mais ne refuse pas ensuite de partager son goûter avec son ami. صعبة شوية؟ يعني ما اعتقدش يعني هم هياخدوا يسمعوا كتير الايه؟ بتهيألي معظم الكلام ده شفناه وعارفينه، فعشان كده بيكون سهل عليهم ان هم يعرفوا يفهموه او ان هم يكتبوا. طيب نصعبها شوية. صعبة. احنا كده شفنا الاو اكسون تيجو الاو ار الاو زد، نشوف بقى الاو ونشوف الاو دي. انا بشوفهم جو فوا او 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 دي مي جونتون او اكسون تيجو جونتون اي. طيب انا دلوقتي جو فوا لا لتر اي، انا برضو هنعيد تاني عن لتر اي عشان كله هنحطه مع بعضه، والاو الاو بس من غير اي اكسون، و او ار اللي هي الاي اللي اتفقنا عليها بتاعت نهايات الفيرب دو بروميي جروب، او بتبقى في بعض الاسماء بيبقى اخرها الاي اللي هي الاو ار، يعني بيبقى موجوده اسماء علم او اسماء عموما اسماء عامه يعني. وعندي الاو زد، وعندي الاو دي اللي بتتنطق اي، وعندي الاو اس اللي بتتنطق اي، وعندي الاو تي اللي بتتنطق اي، وعندي الاو اي اللي بتتنطق اي، وعندي الا اي اللي بتتنطق اي، وعندي الا اي جراك اللي بتتنطق اي. كل ده بسمع منهم لو سون اي داكور. طيب نشوف اول حاجه الاي. اون ايتوال، ان اليفون، اون شميني، ليتي، لا فيريتي. هنطقهم تاني.
une étoile اللي هي النجمة, un éléphant الفيل انا شفته الايه اهي شايفاها بعيني وبسمعها كمان, شايفاها وبسمعها. une étoile, un éléphant, une cheminée اللي هي المدخنة, l'été اللي هو الصيف, la vérité اللي هي الحقيقة الحقيقة. d'accord, vérité. وخدتوا بالكو الاي اللي هي الاو اكسنت اجو بقدر اكررها, لكن الحاجات التانية مش بقدر اكررها في الكلمة. une poupée, la récréation, une écharpe, la télévision, le téléphone. هكررهم تاني. une poupée, la récréation, une écharpe, la télévision, le téléphone. OK, وبعدين عندي برضو لسه ايه, عندي la rentrée, une dictée, la rentrée اللي هو الدخول, une dictée اللي هي الاملاء, une idée, une épée, une idée يعني فكرة, une épée يعني السيف, une année يعني سنة. يبقى la rentrée, une dictée, une idée, une épée, une épée, une année. d'accord, اقول ده عشان نسمع الايه الايه. élégant, agréable, décoré, déformé, défendu. OK. Tenis, élégant, agréable, décoré, déformé, défendu. طيب دلوقتي برضو هنكمل الايه. ليه بقى انا عمالين نديكوا في ايه 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 كده, بقى انتوا هتقدروا تميزوا الايه, هتقدروا لما حتى تشوفوها انتوا بتميزوه. يعني الايه اكسنت جو على طول بسمعها ايه. يبقى عندي اكرير يكتب, ده فيرب اكرير الايه اهي, واكليري انا سمعت الايه مرتين, ايه في الايه الاولانيه والاكليري اللي هي في الاو ار الاخرانيه. وعندي اليميني اللي هو بيستبعد, سمعت الاي في الاول وسمعت الاي في الاخر اليميني, وسمعت اي كوتي يسمع الاي في الاول والاي في الاخر. وعندي اي في تي يتجنب, اي سمعتها في الاول والاو ار سمعتها اي في الاخر. الى جوي هنا احنا بنشوف برضو الاو اكسنت ايجو في البارتيسيب باسي بتاع الباسي كومبوزي. دايما في كل افعال المجموعه الاولى في الباسي كومبوزي بحط في النهايه بتاعه البارتيسيب باسي او اكسنت ايجو. فهنا عندي شويه مجموعه امثله, الى جوي او اكسنت ايجو, الى مانجي, الى ديسيني. طيب انا دلوقتي برضو عندي الايه, il s'est caché, il s'est fâché. il s'est caché يعني هو بيستخبى, ده برضو الparticipe passé بتاع verb se cacher, والparticipe passé بتاع verb se fâcher حطيت له verb être. الparticipe passé بتاع fâcher ده الفاشي دي زي صفة يعني اللي هو attribut اللي هو حال, اللي fâcher هو زعلان, وil s'est caché ده verb. اوكي, ده الparticipe passé بتاع الverb, لكن fâcher ده attribut اللي fâcher. فهقول هنا سمعت الاي وسمعت الاي وسمعتها il est fâché, il s'est caché. d'accord, اهم حاجة عندنا ان انا بس بنعودكم على الايه الايه. اهم حاجة ان احنا بنميز الايه الى حد ما, بعارفين الايه دي لو لقينا الحاجات اللي بسمع منها الايه انا عرفت خدت فكرة. مش الايه بس بسمعها من الاو اكسنت جو, لا بسمعها من الاو كمان. ازاي بقى؟ الاو من غير حاجة زي سيري, سيري اللي هو يضغط كده او يسلم, انيفار, انيفار اللي هو المجهود, سمعته افار. ايه بقى الفرق هنا؟ ان بعد الاو في اتنين اغ, في دوبل كونسون, في اتنين حرف ساكن, وهنا افار في برضو دوبل كونسون فنطقتها. ما ينفعش اقول سيري, ما ينفعش اقول افار, لا سيري افار. وعندي افيكاس اللي هو فعال, efficace.
مروة احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا موضوع الصون ايه ده موضوع طويل مش هيخلص في حلقة واحدة، اكيد لسه هنشوف بقية الحاجات اللي قلت لنا عليها الاو اس والاو دي والاو تي والا اي، بس هنشوفهم الحلقة الجاية ان شاء الله في نهاية حلقتنا. بشكرك يا مروة من مخسي ميل ميرسي عنيا ميرسي. بشكركم اعزائي المشاهدين واشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله. على بروشين.